السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. نقلت طائرة مروحية عسكرية أمس الخميس رجل سلطة قائد تعرض لاعتداء جسدي بقرية واد المرسى. جمعت غرامة إقليم الفحص أنجازا. مصادر ذكرت أن القائد المذكور تعرض لوابل من الحجارة من طرف مجهولين بعدما كان بصدد إيقاف أشغال بناء غير مرخصة في ظل حالة طوارئ، وأصيب القائد بجروح ليتم استدعاء طائرة عسكرية كانت بالقرب من مكان الحادث لنقله إلى المستشفى. نشكركم على حسن المتابعة.